يا مساء الخير على حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم شباب حكاية. يمكن احنا شايفين في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي قد ايه سيطرة التكنولوجيا والسوشيال ميديا على عقول وأفكار شبابنا وكمان على وقتهم. يمكن بنقضي أوقات كتير جدا على الفيسبوك والواتساب والإنستجرام، وقد ايه كمان الوقت بيسرقنا في الألعاب الكتيرة اللي بنقضيها مع أصحابنا، وبنلاقي نفسنا ان الوقت كله بيضيع على حاجة ما بنستفيدش بيها. كمان ممكن كمان توصل معانا لدرجة الإدمان، احنا تقريبا ما نقدرش نسيب الموبايل من إيدينا، احنا طول الوقت شات احنا وأصحابنا بنلعب احنا وأصحابنا. يمكن كمان كتير من شبابنا مش بيحب القراية، ضاعت القراية، فكرة ان انا اقعد اقرا كتاب او اتعلم معلومة مفيدة وحاجة جديدة بقت قليلة جدا. مش عايزين نقول كل شبابنا، لكن في نسبة كبيرة جدا من الشباب ما بقتش تحب تقرأ، لا انا احب اقعد وقتي كله على الموبايل، حتى وانا قاعد على الموبايل مش بفكر ان انا اجيب معلومة جديدة استفاد منها. يمكن نسأل نفسنا سؤال كده، امتى اخر مرة انت نزلت اشتريت كتاب فيها؟ امتى اخر مرة نزلت اشتريت كتاب وقريته؟ وايه هو المجال اللي انت قريته؟ ايه المعلومات الكتير والمفيدة اللي انت خدتها؟ يمكن عشان كده حرصت الكنيسة على تشجيع الشباب على القراية، وان انا يبقى في افاق جديدة، معلومات جديدة، ان انا اثقف شبابنا من خلال مبادرة شبابنا بيقرا، من خلال مبادرة شبابنا بيقرا. وده اللي احنا هنعرفه اكتر من خلال المداخلة التليفونية. معانا القس رويس غطاس، كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم بالعباسية والمشرف على مبادرة شبابنا بيقرا. مساء الخير يا قس ابونا. سلام ونعمة، أهلا وسهلا بيك مريم. سلام ونعمة يا قدس أبونا. يعني عايزين نعرف من قدسك أكتر، مبادرة شبابنا بيقرا، إيه الهدف كمان من المبادرة دي؟ الحقيقة انطلقت المبادرة في أول شهر نوفمبر السنة الماضية، وكان عندنا فكر واضح وصريح إن إحنا نسلم ولادنا الإيمان والصراط المستقيم من خلال استثمار الآليات التكنولوجية الحديثة. إزاي نقدس وقت استخدام الموبايل؟ فكرة مقدسة. فقلنا عندنا تحدي كده، نفكر نوزع للناس كتاب ورقي ولا كتاب إلكتروني. قلنا لا، هنوزع للناس كتاب ورقي نبتدي نقراه ونبتدي نذاكره لمدة شهر، ويبقى الامتحان إلكتروني. الحقيقة الفكرة لقت نجاح خالص مع شبابنا، انبسطوا بيها جدا لدرجة إن إحنا وصلنا إن في أول امتحان كنا 750 في أول شهر، إحنا دلوقتي في ثالث شهر. كان قداسة البابا كرم 63 واحد من اللي قدروا يمتحنوا في الثلاث كتب، كان عدد الشباب معدي ال 12,000 شاب. يعني يا قدس ابونا، كانت استجابة الشباب لمبادرة شبابنا بيقرا، قدسك بتقول إن كانت الاستجابة قوية. قوية وغير متوقعة، احنا كنا فاكرين ان ولادنا مش هيقروا، ولادنا مش هيشتروا كتب، ان ولد يطلع من مصروفه او من فلوسه الشخصية 20 50 مرتاد من اكيد. هو كمان احنا ما بنصرفش على ان انا انزل اشتري كتب، والوقت كمان اللي انا بضيعه على السوشيال ميديا، انا مش هقعد اقرا كتاب، وكمان الشباب ما عندهمش طاقه ولا طولة بال ان انا اقعد اقرا كتاب واتثقف بمعلومه جديده. الحقيقه كان هدف بقى المبادره دي فكره التثقيف الذاتي، ازاي الشاب اللي عندي يقرا ويثقف نفسه يبقى هو الاداه اللي يثقف بيها نفسه. فكانت نتيجه مفرحه خالص ان الشباب نفسهم فرحوا بالفكره، وبقت في الكنيسه بيئه ثقافيه قويه، حوارات ومناقشات وتلخيص، وطبعا في تشالنج ما بين الكنيسه دي والكنيسه دي، فكان جو ثقافي رائع حقيقي. طيب عايزين نتكلم اكتر عن تشجيع قداسه البابا تواضروس في مبادره شبابنا بيقرا. الحقيقه التشجيع اللي حصل يوم الخميس 3/2 السنة دي كان مفاجأة بالنسبة لنا. احنا كان دي ميعاد الحفلة بتاعة الكتاب التالي. قداسة البابا لما نيافة الحبر الجليل كلم قداسته، نيافة الحبر الجليل أنبا ميخائيل كلم قداسته، حدد لنا ميعاد. وما أقولكيش فرحة شبابنا إن هم رايحين يتكرموا بإيد قداسة البابا. فالحقيقة كانت حاجة مفرحة وفوق الخيال بالنسبة لنا. وكالعادة سيدنا محتوينا ومفرحنا بوجوده معانا.
اكيد تحديات صعبه يا قد سابونا، ان انا اخلي الشباب تقرا في ظل ان انا في عالم تكنولوجيا حديثه، وان انا اخليه يقعد يقرا ويتثقف ويتعلم معلومه جديده، دي حاجه صعبه جدا اكيد يا قد سابونا. الحقيقه احنا كنا فاكرين ان هي صعبه، بس شبابنا في الثانويه في منطقه وسط منطقه القبه والعباسيه غيروا الفكره خالص. لو حضرتك شفت الفرحه في اول مقابله مع نيابه الحفل الدليل عبد المحيط في اول حفله، احنا ما كناش متخيلين ان نشارك في اول حفله 700 ل 750 ونوصل لثالث كتاب ل 2000، دول اللي امتحنوا مش اللي شارك، اللي شارك يبقى عنده 12 13000، لكن اللي امتحن ونجح وخد شهاده تقدير فوق في خلال الثلاث شهور فوق ال 2000 شاب. فدي حقيقه الشباب ما حسوناش انها صعبه، لا بالعكس كانوا مركزين وكانوا فرحانين وكانوا بيتكلوا على صفحه الفيس بتاع شبابنا بيقرا نعمل ازاي وامتحان امتى. لا نشكر ربنا هم سهلوا الموضوع قوي علينا ومسكتهم الغاليه. هل المبادره قدرت توفر للشباب يا قد سابونا الكتب اللي يقراها والمجالات اللي يقرا فيها؟ الحقيقة احنا قلنا أول 6 شهور هندوق 6 أنواع من الكتب. ابتدينا بالروحي، ابتدينا بالأدائي، اشتغلنا نفسي، احنا الكتاب اللي هو الشهر الرابع اللي هو الشفاء الداخلي لنيابة الحبر دي للأنبا يوسف، كتاب نفسي. احنا بندوق شبابنا كل أنواع الكتب. كل هدفنا تكوين عادة القراية. ازاي يبقى الولد فعلا أو الشاب فعلا ما ينفعش يوم يعدي من غير ما يقرا. يعني مجالات مختلفة من القراية يا بونا، مش مجال روحي بس. لا خالص، احنا كمان الكتاب الثالث بنعمة ربنا هيبقى هوية أرثوذكسية مصرية. يعني هيبقى فكر ثقافي، احنا بندوق أولادنا، احنا لينا هدف ولينا رؤية واضحة، الرؤية بتقول شاب مصري أرثوذكسي له عمق الحياة الروحية. زي ما احنا شايفين دلوقتي على التلفزيون قداسة البابا وهو في تشجيع لمبادرة شبابنا بيقرا، يعني حاجة مشرفة جدا كمان ان الشباب يبقى في إقبال من الشباب على هذه المبادرة. الحقيقة قداسة البابا كمان أضاف فكرة جديدة للمبادرة، إن احنا لازم كل شخص نحط صفر أو رسالة مع الكتاب الروحي أو النفسي. فاحنا الشهر ده واخدين مثلا الشفاء الداخلي ومعانا رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، وكان بعد كتابي رائع، واحنا ابتدينا نركز البعد ده. يعني المبادرة كل شهر ليها مجال معين يا قد سابونا على حسب ما فهمت؟ اه طبعا، كل شهر احنا عاملين 12 شهر، كل شهر ليه دور سواء روحي او نفسي او ابائي او كنفي. كل شهر هندوق اولادنا وشبابنا حاجه روحيه قويه، حاجه ابائيه قويه، حاجه عقديه، كنسيه، طقسيه، ليتروجيه. كل شهر هنفرح بفكره جديده. حاجة مشرفة جدا يا قد سابونا ان نرجع شبابنا للقراية تاني بعد ما كنا في تحديات صعبة مع التكنولوجيا ومع السوشيال ميديا اللي تقريبا فعلا بقت ادمان عند شبابنا او اغلب شبابنا بالظبط. يعني الكلام ده صح، بس صدقيني احنا من عادتنا مع الشباب وفرحتنا في وسطيهم لقيناهم هم جعانين قوي لفكرة الكتاب، نفسهم خالص يرجعوا لفكرة الكتاب، يتلمذوا فكرة الكتاب، تلمذة الكتاب أو التفتيش الذاتي في حد ذاته، الفكرة سهلة الولاد يفرحوا بيها جدا. أكيد. شكرا لمداخلتك قد سابونا رويس غطاس كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم العباسية والمشرف على مبادرة شبابنا بيقرا. حاجة مشرفة جدا، حاجة الكنيسة حرصت عليها إن هي لازم ترجع شبابنا من الإدمان للسوشيال ميديا ونرجع نقرا تاني، نرجع نتثقف أكتر، نرجع نشوف معلومات مفيدة، مش بس مجالات روحية، لا في كل المجالات. ودي يمكن حاجة مشجعة جدا، انزل اشتري كتاب، انزل اقرا، رجع تاني وقتك في حاجة صح، مش في حاجة انت تضيع وقتك كله في شات وحاجة ما تستفيدش منها. كمان هيبقى معانا بعد الفاصل ازاي انجح شغلي، ازاي انا فاتحة مجال، مش شرط مجال معين، ازاي اوصل بالمجال ده لنجاح انا شايفاه حاجة كبيرة جدا. ده من خلال ايه؟ ده من خلال التسويق الرقمي. ده اللي احنا هنتكلم عنه مشاهدينا، لكن استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا. ويمكن نجاح أي بيزنس في أي مجال هو التسويق.
يمكن زمان كنا بنشوف التسويق في الجرايد، في المجلات، في اللافتات اللي بتبقى في الشوارع، لكن هنا بيبقى فيه تحول بعد التكنولوجيا الحديثة والإنترنت. بقى عندنا التسويق الرقمي. إيه هو التسويق الرقمي وإزاي أنا أستفيد منه حد فاتح بيزنس؟ ده اللي إحنا هنعرفه النهاردة من خلال ضيفنا اللي مشرفنا، مهندس ستيفن مسعود حكيم، مدير تسويق رقمي. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك. وكمان يسعدنا نرحب بخادمة الإشارة أستاذة جاكلين شهدي. أهلا بيك أستاذة جاكلين. أستاذ ستيفن، يمكن زي ما قلنا كده التسويق عنصر من عناصر نجاح أي بيزنس في أي مجال. كنا زمان فعلا بنشوف ان التسويق انزل اعمل تسويق في الجرايد في المجلات، لكن الانترنت دلوقتي سهل علينا حاجات كتير جدا زي التسويق الرقمي او الالكتروني. عايزين نفهم في البدايه ايه هو التسويق الالكتروني. هو التسويق الالكتروني او التسويق الرقمي هو يعتبر بيتقسم تعريفه لحتتين. اول حته اللي هو التسويق العادي، التسويق نفسه. التسويق هو عمليه توصيل منتج او خدمه، او دلوقتي احنا بنسميه حل، بنوصل للعميل عشان نشوف النيد بتاعته والاحتياج بتاعه وبنوصل له الحاجه دي لغايه عنده. الرقمي بقى ان انا بوصلها له عن طريق ادوات معينه، تولز. هو التسويق الرقمي اكتره ادوات انا بوصل بيها الحاجه بتاعتي، اللي هو انا دلوقتي بسميها الحل. طب ليه احنا لازم نبقى مسوقين الكترونيين؟ هو مش لازم ان احنا نبقى مسوقين، احنا محتاجين نبقى فاهمين التسويق الرقمي بيكون ماشي ازاي. لان التسويق الرقمي هي بس بروسيس انا بعملها، او التسويق عموما هي بروسيس انا بعملها علشان اوصل منتج بتاعي للعميل. ليه ابقى رقمي؟ لان هو دلوقتي يعني ده الترند وده اللي طالع. الفرق ما بين الاثنين، اول حاجه بتفرقني ما بين التسويق التقليدي والتسويق الرقمي واللي كلنا بنبص عليها في البيزنس، المبلغ او البادجت اللي انا بشتغل عليها. عشان اشتغل تسويق تقليدي اعلانات بره بحتاج ان انا احط بادجت كبيره جدا. بيعوض لي ده التسويق الرقمي. لو انا بشتغل مثلا سوشيال ميديا، البادجت اللي انا بصرفها ممكن اصرف عشرها في بس على السوشيال ميديا، مثلا على الفيسبوك عشان انا اعرف ان انا ابيع من عليها وبوصل لمرحله البيع. فبحتاج ان انا ابقى فاهم التسويق الرقمي ده بيكون ماشي ازاي عشان اعرف استغل التول دي او الاداه دي علشان اوصل للعميل بتاعي الصح، وفي الاول وفي الاخر انا بحقق منها بيع. طب انا سهل اتعلم التسويق الالكتروني او الرقمي لو انا مش بزنسي، البزنس بتاعي كبير وحاجه صغيره، سهل ان انا اتعلمه وانا اعرف امشي في التسويق الالكتروني؟ بص حضرتك، خلينا متفقين ان احنا كلنا بنسوق، كل الناس بتسوق، بس هي الاختلاف ان في حد بيبقى دارس وفي حد ما بيبقاش ان هو دارس، لكن هو برضو بيسوق. اللي بيخليني ان انا يعني ادخل في الجزئيه دي حسب البيزنس بتاعي او حسب حجم البيزنس بتاعي. هل انا محتاج فعليا ان انا اشتغل على ده واحط بادجت فيها كبيره ولا لا؟ تاني حاجه ببص عليها، انا بشوف انا هشتغل على ايه بالظبط. يعني في شركات بتشتغل بي تو بي، من شركات لشركات. هنا بحتاج ان انا استخدم ادوات معينه في التسويق، مش بحتاج ان انا مثلا اشتغل على الفيسبوك. الفيسبوك ما بيبقاش فيه شركات ان انا اوصل لها، بحتاج ان انا اشتغل حاجه تانية اسمها ايميل ماركتنج. دي برضو طريقه تسويق. ببعت من الميل عندي من شركتي، ببعت مجموعه ميلات لمجموعه شركات. علشان الشركات او البي تو بي، من بزنس تو بزنس يعني، انا بحتاج ان انا اخاطب يعني حد في الشركه، مش شخص لوحده يعني انديفيدوال، لا انا بخاطب كوربريت. فانا ببقى محتاج ان انا اعرف الحاجات، بعرف الانواع نفسها، انواع التسويق كلها. من انواع التسويق يعني التسويق الرقمي هو جواه حاجات كتير جدا، منهم النوع هو بتاع الايميل ماركتنج، منهم السوشيال ميديا، منهم جوه الفيديو ماركتنج. كل حاجه من دول جواها تفاصيل تانية. بس مثال، لو انا هشتغل بي تو بي، فانا محتاج ان انا مثلا اشتغل على الايميل ماركتنج، فبحدد حسب البادجت بتاعتي وحسب الحجم البيزنس بتاعي ان انا ببدا وبشتغل على الحته دي. طب نقدر نقول ان في نوع ليه سيت اكتر عن النوع الثاني؟ يعني لو الايميل، لو الفيديو، هل ده بيبقى احسن ولا افضل، ولا هم كلهم بيجيبوا نفس النتيجه؟ لا، هو حسب الترند. يعني اخر ترند في الفتره الاخرانيه الفيديو ماركتنج هو الفايرال. يعني اي حد بيصور فيديوهات، وده طبعا اللي بينجح ده، او اللي منجح تيك توك مثلا، ان هو اصلا خاص بالفيديو يعني بس. وهكذا انستجرام برضو هتلاقي ده تأثيره أقوى بكتير جدا يعني في الفترة الأخيرة. فالناس كلها بتهتم بالحتة بتاعة الفيديو ماركتنج دلوقتي، كله شغال على الجزئية دي طبعا. لأن لو احنا قارنا الفيديو ماركتنج دلوقتي على السوشيال ميديا أو في الديجيتال ماركتنج والتقليدي بره، أنا عشان أعمل إعلان تلفزيوني دلوقتي بحتاج مبلغ وقدر كبيرة أكيد. طبعا في شركات كبيره، بعيدا عن الشركات البيج اللي موجوده دلوقتي اللي هي بتشتغل ده وتشتغل ده، لان التقليدي لا غنى عنه سواء دلوقتي او قدام او من قبل كده يعني اكيد.
لكن دلوقتي هو بيقارن، انا دلوقتي محتاج ان انا اعمل فيديو، فهو قادر ان هو يعمل الفيديو بتكلفه كويسه ببادجت كويسه، ويقدر يوصل نفس الفكره بس من على الفيسبوك مثلا او من تيك توك او من اي مكان يعني. طب ازاي ابدا بقى التسويق الالكتروني باحتراف؟ عشان ابدا التسويق الالكتروني انا محتاج ان انا الاول افهم تسويق، اعرف تسويق. التسويق احنا بنسميه مايند سيت، هو التسويق فكر. التسويق يعني بعيدا عن الخطط وبعيدا عن الخطوات بتاعته هو فكر. انا محتاج ان انا اطلع فكر، مش بس يعني بره الصندوق او ان انا افكر بره الصندوق، لا، محتاج افهم الاول العميل، اشوف التصرفات العميل، يعني هو العميل ده بتاعي محتاج ايه واوصله له. يعني انا بمشي على العميل مش بمشي على المنتج بتاعي. ما انا بدرس حاجتين. انا بدرس اول حاجه العميل، وبدرس طبعا المنتج الاول. المنتج ده فيه مميزات 1 2 3، انا محتاج ان انا اوصل المنتج ده لعميله، فبفهم مين عميله. انا بذاكر مين عميله. نفهم العميل الاول طبعا. لا، محتاج ان انا لازم افهم العميل، يعني انا مش فاهم حاله البيزنس وحاله العميل، انا مش عارف اشتغل تسويق، لان انا هوصل الفكره لمين؟ هي زي ما قلت لحضرتك، هو الماركتنج توصيل المنتج او الخدمه اللي هي الحاجه دي للعميل، فانا لازم افهم دي وافهم دي. فهمت الاثنين ومشيت البروسيس صح، وصلت صح، فبالتالي سمع معايا بعدين مبيعات. فعشان انا محتاج ان انا، لو انا محتاج ان انا اتعلم بشكل احترافي، محتاج الاول اخد البيزك، محتاج ان انا اتعلم اعرف الناس بتفكر ازاي، دي ليها كورسات كتير، افهم الخطوات اللي قبلي واللي بعدي، يعني المنتج من اول ما بيبدا يتصنع، البيزنس نفسه، الصناعه نفسها، الاندستري، السوق نفسه بيكون ماشي ازاي. انا طبعا انا بعمل الحاجات دي كلها كدراسه، يعني انا بفهمها بتعلمها. خلاص لو انا فهمت الحاجات دي ببدا ان انا اشتغل. وطبعا مش بعد ما انا بتعلم الحاجات دي، سواء بكورسز سواء سيلف ستادي، انا اخدتها كورسز اونلاين او انا علمت نفسي، ما اقدرش بعدها اشتغل واحقق نتائج جباره، لان انا محتاج ان انا انزل فعلا السوق تحت وافهم السوق ماشي ازاي واعرف. يعني مش فكره انا قاعده دلوقتي باخد على الكمبيوتر وبتعلم الكورسات دي فانا اقدر اشتغل في التسويق الرقمي. هو دايما يعني في مفهوم كده لاي حد مبتدئ، ان هو انا بعد ما باخد كورس معين انا خلاص كده بقيت ان انا بيبقى عندي الحماس ان انا خلاص هبتدي بقى انا اللي هعمل التسويق الرقمي اكيد. فعلى طول بعدها على طول هو نفسه بيلاقي ان هو خايش، احنا بنقولها كده يعني خايش. فهو لما بيوصل للجزئيه دي هو بيحبط. لا، هو الماركتنج اولا طول ما انا فهمت خلاص الاساسيات، يعني في الكورس انت بتاخد الاساسيات، لو لسه مبتدئ اول حاجه بتاخدها فانت بتاخد اساسيات، لو خدت كورس شهرين ثلاثه ايا كان يعني العدد، فدي كلها اساسيات، وخبره المحاضر اللي واقف او خبره الشخص اللي بيدرس لك. فحضرتك اخذت الحاجات دي، مش معنى كده ان انت خلاص جاهز انك تدوس، لا، محتاج تتعلم الحاجه الفعليه. زي مثلا احنا كلنا نعرف نقيس الضغط لكن مش كلنا دكاتره. مش معنى ان انا قست الضغط او انا عملت اعلان فنجح فبقى انا كده بقيت مسوق. ادوس بقى في الاعلان اللي بعده، ادخل بقى وخلاص انا نجحت في واحد، ادخل في اللي بعده. لا، هي طبعا هي مش كده يعني، بس هي بتبقى في الواحد، في الثاني، في الثالث، في الرابع. وانا بقول كده علشان مش من اول مره لقينا ان مفيش نتائج فاحنا كده خلاص نقف. هي طبيعي ان هي ما تجيش من اول مره، ده العادي. فانا محتاج ان انا اولا اتعلم الخطوات، اعرف ايه الرود ماب بتاعتي، او محتاج ان انا اوصل لفين. المجال كبير وواسع والشركات كتير، وكلنا محتاجين ان احنا نتعلم، وقدامنا الفرص ان احنا نتعلم، لان هي اوريدي حاجه موجوده في كل بيت دلوقتي. يعني ممكن اقول كمان هي موجوده في جيوبنا، الاونلاين كله موجود في جيوبنا دلوقتي. فانا مش محتاج ان انا اتوتر ولا اهلك نفسي ولا ان انا اعمل اي حاجه من الحاجات اللي توقفني. يعني محتاج افهم الخطوات، محتاج ان انا اقعد مع حد يعرفني انا واقف فين والمفروض ان انا اوصل لغايه فين. طبعا هو عشان يعرفني ده فمحتاج انا نفسي اكون عارف، علشان ابقى عارف ويبقى عندي النولج محتاج ان انا ادور، محتاج ان انا اعمل سيرش. ولو وصلت للجزئيه دي بالسيرش فانا وقفت على اول الخطوات بتاعه النجاح بتاعه الماركتنج، واللي هو الماركت ريسيرش. انا لو عرفت اعمل سيرش كويس جدا ومحكم، عرفت بيه التفاصيل بتاعه المنتج وتفاصيل الشركه وتفاصيل العميل، خلاص دي اول الخطوات. يمكن في ناس بتقول لا دي هي حاجه بسيطه، احنا هنخش ونعمل ونظبط ونسوق وخلاص كده المنتج وصل لناس كتير جدا. يعني مش بيبقى في دراسه كامله للتسويق الالكتروني؟ زي ما قلت لحضرتك، يعني بص، هو السوق مقسوم لثلاث اجزاء طبعا، الشركات الكبيره والمتوسطه والصغيره. الصغيرة دي تتقسم لثلاثة، اللي هي الشركات اللي لسه مبتدئة، في حد بياخد كورس وبيطلع يفتح شركة، في ناس بتبقى كده.
بس بيبقى في نسبة من الريسك من المخاطرة، يعني أنا لسه صغير مبتدئ، هل هقدر أوصل بكفاءة عالية من التسويق الإلكتروني؟ هو أي حاجة فيها مخاطرة، بس في التسويق الإلكتروني أنا عندي خطوات وعندي بلان واضحة وبلان، مش هقول إن هي مجربة لأن مش كل حاجة مجربها هي بتتكرر بنفس الطريقة، بس طول ما أنا عندي بلان وعندي خطة وعندي رؤية اللي أنا محتاجه هقدر أوصل بكل بساطة. هو الموضوع مش بسيط ومش معقد، الموضوع محتاج ترتيب مش أكتر، بس مش معنى ان انا بدات لسه زي ما كنت بقول لحضرتك، في ناس بتبدا تعمل اعلان، ده الاعلان الممول، بتعمل اعلان وبينجح، مش معنى كده ان انا بقيت ان انا مسوق وانا كده ان انا بقيت ماركتير شاطر جدا. زيه زي الشخص اللي بيعرف يقيس الضغط او يدي حقنه، مش معنى كده ان هو بقى طبيب، اكيد لا، الطبيب بيبقى له يعني حاجات تانية خالص، والطبيب بيعمل الحاجات دي، هكذا الماركتير بيعمل نفس الحاجات دي، لكن الماركتير بيعمل الحاجات دي قبلها بيبقى فيه دراسه كتير جدا هو واخدها، وبعد ما بيدرس فترة كبيرة جدا وبيبقى فاهم طبعا بيقع كتير جدا وبيخسر كتير جدا علشان يعرف يتعلم، بيجي بعدها بقى الحتة بتاعت الخبرة، هو عارف ان هو انا هعمل دي خلاص دي هتنجح، طب نغير دي هغير دي يبقى دي خلاص هتنجح، بس هو ما بيقولش كده يعني كده الله، يعني اكيد لا، هو عنده فيدباك قوية جدا ان هو وقع كتير، فعنده فيدباك قوية جدا. بس لو انت طالع وبدأت حاجة وبدأت اعلان ممول ونجح، اه ماشي انت كده نجحت الاعلان، لكن عملت ماركتنج؟ لا، عملت جزئيه بس بسيطه في الماركتنج. هو كمان فكره اني ابدا واستمر، ان انا ابدا واستمر، وبرضه حجم البيزنس، يعني انا بشوف في مصورين كتير جدا بيحتاجوا ناس تسوق لهم، مش انت كمصور مش محتاج ان انت تجيب شركه كبيره جدا علشان تسوق لك وتاخد مبالغ كبيره، لا عادي ممكن يبقى حد مبتدئ او انت بنفسك تعمل حاجه دي، لان يعني دي حاجه مش سمول بيزنس، يعني هي حاجه بسيطه سهل انك تعملها، اهدافها بسيطه والوصول للناس دي بطريقتها بسيطه، غير لو انا بشتغل لشركه سوفت وير مثلا محتاج لا شركه كبيره وشركه عندها خطوات وعندها بلان وعندها استراتيجي بتشتغل عليها فتوصلني للعميل، لان الوصول وقتها مش بيبقى بالبساطه، يعني بيبقى سهل اكيد. طيب انا بدات التسويق الالكتروني، ازاي بقى استغل ده باحتراف؟ زي ما قلت لحضرتك، اولا المذاكره، مذاكره مذاكره مذاكره، يعني مهما اي حد ايا كانت الخبره بتاعته، عدد سنين الخبره بتاعته 10 12 20 ايا كانت الخبره قد ايه، محتاج تذاكر، كلنا بنحتاج ان احنا نذاكر، ده لازم، لان كل 3 4 شهور كل البلاتفورم دي بيحصل لها ابديت، بينزلوا حاجات جديده، بتظهر حاجات جديده في السوق، احنا من سنتين او هنقول من 5 سنين احنا ما كانش عندنا تيك توك، أكيد. طبعا من قبلها المانسيت بتاعتنا اختلفت دلوقتي واحنا اسلوبنا اختلف، فطبيعي اي حد ماركتير دلوقتي، اي حد مسوق لو ما يعرفش ايه التيك توك، ده مثال يعني، لو ما يعرفش التيك توك ما يعرفش الحاجه دي بتشتغل ازاي، خلاص هو كده مش بيابديت نفسه. فانت محتاج عشان تستمر بشكل احترافي دايما تبقى ابديتد، لازم ابقى اوير في كل حاجه، حتى الشركات نفسها اللي حواليك ماشيه ازاي، لازم تعرف انت فين، دي حاجه احنا بنعملها اسمه السيتويشن اناليسز، الموقف الحالي انا فين دلوقتي، تحليلي انا كشركه او كشخص انا فين ومحتاج اوصل لفين وايه الخطوات اللي انا همشي عليها عشان اوصل لها. وطبعا في الخطوات دي انا ببقى عامل حساب الحته الاحترافيه او الحته بتاعه الابديت، دايما انا هذاكر منين والابديت بتاعي هعرفه منين، هسأل حد معين، في شخص هيكون موجود معايا دايما ده أنا بسأله على الحاجات الجديدة، ولا أنا هعمل إيه بالظبط، دي بتبقى موجودة في الخطة بتاعتي كمان عشان أعرف أمشي باحترافية فيها، عشان أعرف أوصل للاحترافية. الاحترافية أنا أقدر أوصل لها في خلال 3 سنين، من 3 ل 5 سنين عشان أبقى محترف مش أجمد حد، مش النجاح بس وخلاص، يعني أنا أبقى ناجح ومحترف كمان في الشغل بتاعي، في الشغل بتاعي. هو يعني عموما الاحترافية أنا بوصل لها يعني علشان أعرف الحاجة اللي أنا بشتغلها، لو أنا جاي بتعلم حاجة جديدة عشان أعرفها فأنا بحتاج في التقريب كده شهر أنا عرفت دي إيه، علشان أبقى بروفيشنال فيها فأنا محتاج 3 سنين عشان أبقى بروفيشنال، أنا بيقول أنا بعمل حاجة دي كويس جدا، من بعد الخمس سنين يعني من 3 ل 5 وبعد الخمس سنين فأنا أبقى إكسبرت، أنا بعمل حاجة دي وأنا مغمض عيني. بس لو أنا وصلت للجزئية دي 5 سنين وانا مش ابديتد كل يوم وكل فتره، فهبقى كده انا يعتبر قديم، لان في ناس كتير جدا بتظهر ورايا، فاللي بيظهر ورايا ده هيعديني اكيد. دراسه السوق حاجه مهمه جدا طبعا، من اهم حاجه، من اهم الحاجات في الماركتنج لازم انا اكون دارس السوق حتى في كل حاجه، يعني دايما بتاع الماركتنج ده
بيشتغل في كذا اندستري، هو ما بيشتغلش مثلا في المجال الطبي بس، أكيد. لا هو بيشتغل في الطبي وهيشتغل في المطاعم وهيشتغل ما اعرفش في ايه، في حاجات كتير جدا. هو لازم يبقى قوي وفاهم وعنده الوعي، هو لما يدخل مجال الطب ده هيعمل فيه ايه بالظبط، ايه النقله اللي هيعملها. والمجال الطب نفسه يعني احنا بندي مثال برضه، مجال الطب نفسه لو انا بشتغل مثلا على عيادات العلاج الطبيعي او على الاسنان او على مثال مثلا المستلزمات، فكل حاجه من دول برضه ليها سوق. كل ما انا بمشي في السوق وخبرتي بتزيد في السوق، فانا طبعا بزداد فهم ومعرفه عن الحاجه دي. وممكن في الاول بس اول مره داخلها هحتاج ان انا اذاكر فتره كبيره علشان اعرف اشتغل على الاندستري دي مثلا. بس خلاص جوست ان انا عملت الحاجه دي مره واثنين وثلاثه فانا بقيت فاهمها، حتى المعلومات هبقى خلاص عارفها، وممكن اوصل لمرحله ان انا فاهم ايه اللي هيحصل قدام في السوق، في الجزئيه بتاعه دراسه السوق دي من اهم الجزئيات طبعا. يمكن كتير من شبابنا بيشوفونا دلوقتي، ايه اهم المقومات عشان تخليني مسوق الكتروني ناجح؟ اول حاجه واهمها ان انا يبقى عندي المعرفه وعندي الصبر، لان الموضوع مش هيجي من يوم وليله. الصبر صبر دي اهم حاجه، يعني الصبر لازم لازم نصبر. لا انا عملت حاجه عايز نتيجتها دلوقتي حالا. دلوقتي هو بيقول لك دلوقتي، يعني حتى في مديرين بيبقوا مودين في شركات، ويعني ناس كتير هتتفق معايا في الموضوع ده، هو خلاص هو طالما بدا مثلا الحمله الاعلانيه بتاعته او بدا التسويق بتاعه عاوز نتائج النهارده، عاوز نتائج دلوقتي. يعني في ناس بتقول لك انا عاوز نتائج امبارح. طب انا يعني اعمل ايه يعني؟ طب انا المفروض يعني استنى على النتيجه لحد امتى عشان اعرف ان انا بيبقى في انتاج صح ولا لا؟ هي اولا ما لهاش وقت مناسب، ما لهاش وقت محدد ان انا اقول انا عملت دي هيجيب لي نتيجه في قد كده. في حاجات بتتحدد لو الاهداف صغيره، بس على الاقل علشان الماركتنج بتاعي يسمع، لو خلاص انا شغال لشركات محتاج لي 3 شهور عشان ابقى سمعت بالحاجه بتاعتي، ابقى انا وصلت الحاجه بتاعتي صح. وبرده هي بتتقاس على حسب الجول نفسه بتاع التاسك اللي انا واخده، انا واخد شغلانه معينه او مهمه معينه في الشركه اللي انا شغال فيها، انا محتاج بس ان انا اوصل الحاجه دي للناس، وده نوع من الاعلانات اسمه الاويرنس، انا بعمل لهم بس وعي. انا محتاج ان لو انا داخل السوق جديد فاول حاجه محتاجها ان انا اعمل الوعي، فده هدف حمله اعلانيه ان انا اعمل لهم وعي. فانا هعمل ايه بقى في المحتوى اللي انا هقدمه؟ ده التفكير، ده الفكر. فانا هقدم 1 2 3 علشان ااثر عليهم بالوعي، وبالتالي ان هو يوصل ان الناس دي تتكلم عن الحاجه بتاعتي. بعدين بقى على طول بدخل بكامبينه تانية ان انا خلاص ابيع، بتسمع بعدين معايا بيع. فانا باخد الدايره دي كلها كده في 3 شهور، بدايه من 3 شهور طبعا. دي بتندرج تحت الصبر. كل ده الصبر، لازم الصبر. لازم الصبر. لازم لو انا صاحب شركه وبشتغل على الحاجه دي او بشغل شركه معايا عشان تعمل لي تسويق لشركتي، فمحتاج ان انا اصبر على الشركه. لو هي الشركه فعليا عندها بلان وعندها استراتيجي. في شركات كتير جدا كتير فوق الوصف دلوقتي بيبداوا بيقولوا احنا هنعمل 1 2 3 وما بينفذوش. وده للاسف إيه؟ يعني طيب الصبر ده من ضمن المقاومات. مقاومات تاني هو اول حاجه الصبر، بعدها على طول ان انا لازم اذاكر دايما الابديت. لو انا ما عنديش ابديت هركن، انا هقف. خلينا نتكلم دلوقتي لو انا حد بتعلم التسويق، لو انا حد بتعلم التسويق هي حته الصبر دي لازم طبعا ايه يعني عندي في كل حاجه يعني تبقى موجوده عندي، لكن في التعليم انا لازم اول حاجه احدد انا محتاج اتعلم ايه. فلازم اعرف ايه كل الحاجات اللي موجوده في السوق. انا يعني عندي التسويق التقليدي وعندي التسويق الرقمي وعندي التسويق الشبكي وعندي يعني كتير من انواع التسويق. فاي التسويق اللي انا محتاجه، لو انا محتاج التسويق الرقمي، التسويق الرقمي ده حاجات كتير، منهم من الماركتنج، منهم اي سي او، منهم جوجل، منهم السوشيال ميديا. طب انا محتاج ان انا مثلا اشتغل السوشيال ميديا، طب انا هشتغل فيها ايه؟ هشتغل على اي بلاتفورم فيهم، هم كتير. فانا محتاج ان انا اعرف كل الحاجات دي واتعلم كل الحاجات دي. طبعا بعد ما اتعلم الماركتنج اصلا افهم الماركتنج ايه وايه النظريات بتاعته ومين الناس اللي المفروض ان انا اتابعها في السوق، بعدها على طول خلاص انا قررت انا هتعلم حاجه معينه اسيرش عنها. مهم ان احنا ناخد كورسات، لازم ناخد كورس، لان الكورس هيوصل لنا بسرعه او بشكل اسرع ايه الخطوات اللي احنا نمشي عليها. يمكن هيخليني اعرف الاساسيات صح، يعني اي عماره ليها اساس قوي، يعني لازم يبقى في اساسيات في الاول عشان اقدر استمر في النجاح. بالظبط، في الكورس هيأسسني، والشخص المحاضر اللي واقف في الكورس هيساعدني على كل اللي جاي. ف
انا محتاج كل اللي جاي، محتاج اعرف ايه اللي جاي. هو الفكره بقى ان انا داخل الموضوع، لو انا داخل على مجهول مش هعرف امشي فيه. فاول حاجه الكورسات، بعدها نشتغل على طول بقى الاونلاين او الكورسز الاونلاين او السيرش، ان انا ابدا اطور من نفسي وبعدها اجرب. لازم ان انا اجرب في الحاجه دي سواء حاجتي او حاجه حد. طبعا استحسن لو ابدا بحاجتي، لان حاجه حد دي بتبقى امانه، انا محتاج ان لازم فعلا طول ما هو مديني امانه معينه لازم اوصله للحاجه اللي هو طالبها. ابدا بحاجه بتاعتي، حاجه بتاعت حد من الناس اللي حواليا، وانا ببدا هعرف، انا ببدا هتعلم. ابدا مثلا مع حد، هو حد صديقي بيفتح عياده جديده، فانا خلاص انا هعمل لك البيج وهعمل لك صفحات بتاعتك كل السوشيال ميديا وهشتغل لك عليها الادفرتايزنج، انا هعمل لك الاعلانات بتاعتها. فانا محتاج الاول، انا هلاقي نفسي على طول ببدا اشتغل اتعلم ايه المجال ده، المجال ده بنشتغله ازاي، المفروض نعمل فيه ايه. فبالتالي على طول هسال حد خبره في المجال، طب المفروض ان انا اعمل ايه. ودلوقتي في جروبز كتير جدا على الواتساب وعلى فيسبوك، في بلوجز كتير جدا موجوده اونلاين بتعلمني الحاجات دي، تديني كل حاجه يعني. اكيد. طب خلينا مثال صغير كده، المشروعات الصغيره اللي احنا بنشوفها لكتير من الشباب، انا فاتحه دلوقتي مشروع صغير، ازاي اسوق ليه على النت وازاي اعمل كمان اعلانات مموله ليه؟ لو انا حد صاحب البيزنس ولا انا حد ماركتير وعاوز اشتغل؟ انا عايزه، انا دلوقتي فاتحه بيزنس، ازاي اسوق للبيزنس بتاعي كمشروع صغير؟ لو مشروع صغير يعني، طب خلينا ناخد مثال لمشروع، مشروع معين، خلينا حاجه اندستري معينه. اوكي تمام. هنقول مثلا لو عياده، لو انا هفتح عياده، بفتح عياده جديده وبفتح مطعم جديد، فانا محتاج ان انا في الاول افهم العياده دي بتشتغل ازاي. لو انا الطبيب انا لازم اقرر الاول انا هقدم ايه، يعني ايه الحاجات اللي انا هعملها وهقدمها باي شكل. انا كصاحب بيزنس بعمل بوزيشن معين للمكان وللناس اللي شغاله معايا كمان. اول حاجه لو انا في عياده بشوف مين الناس اللي حواليا، انا ههتم اول حاجه باليفط علشان الناس اللي حواليا تجي لي. اشوف يعني ايه الناس اللي حواليا يفط لمين، لنفس مثلا لنفس المجال اريا معينه. تمام. انا خلاص انا الدكتور صاحب العياده. تمام. فتحت عياده، انا طبيب اسنان مثلا. تمام. فتحت عياده، فانا اول حاجه بعملها علشان اسوق للمكان ده، ده مشروع صغير، لازم اعرف الناس اللي حواليا في المكان اللي انا في الاريا اللي انا فاتح فيها دي ان انا موجود هنا، فانا هعمل يفط ليا. اول حاجه بعمل اليفط. تمام. ده طبيعي جدا يعني. بعدها عادي جدا ان انا اتعلم الجزئيه بتاعه الاعلانات، انا اعمل الاعلانات سواء بقى اخذت فيها كورس او ان انا جبت حد يعلمهاني، ممكن اجيب حد يشتغل لي اول حاجه او ثاني اول اعلان او ثاني اعلان واعرف انا باقي الحاجات اشتغل انا ازاي. يا اما في ناس، في نوع ثالث من الناس بتحب تتعلم ان هي تدخل وبترمي كده وبتقول انا هشتغل وانا هعمل وفعلا بتحقق نتائج للحاجه بتاعتها. ببدا اشتغل، طبعا بفهم ايه الانواع اللي انا بشتغل عليها. والفيسبوك على فكره، لو مثال الفيسبوك، هو عامل موضوع بسيط جدا وسهل جدا، ان الناس تدخل عنده كده داشبورد شكل كده للناس تدخل تشتغل عليه بكل بساطه يعني لو حد كمبتدئ. فخلاص انا هدخل اتعلم افهم الاول الديزاين ده بيتعمل ازاي، وبرده في مواقع كتير جدا للديزاينات، بدخل بعمل ديزاين مجاني بكل بساطه، افهم المحتوى نفسه بيتكتب ازاي لان المحتوى ده ليه طرق. لو انا فهمت دي وفهمت دي، بعدين على طول ببدا ان انا اشتغل الاعلان. وطبعا ان انا اعمل كرييت للصفحه، وان انا اعمل صفحه فيسبوك ده موضوع بسيط، وان انا اعمل صفحه انستغرام ده بسيط، لينكد ان، تويتر، ايا كان. حاجه بسيطه يعني، دي مش محتاجه تعليم. فانا طبيب، انا عملت دي وعملت دي وعملت دي، ببدا ان انا اشتغل. بس طبعا انا ما انصحش حد طول ما خلاص هو بدا والموضوع اشتغل معاه خلاص يسيب دي لحد متخصص للجزئيه دي. هو فاهم ان هو يعملها، فهي بسيطه. لو مشروع صغيره وانا لسه بادئ، انا قادر ان انا اعمل حاجه دي بايدي، ما فيهاش اي مشكله، بس هي هتاخد مني وقت. لو انا عندي مهمات اداره للمكان نفسه كتير، فحته الحته الاداريه بتاعه التسويق دي هتاخد مني وقت. فانا على حسب بقى تنظيم وقتي، محتاج ان انا اجيب حد يشتغلها ولا انا اشتغلها. لو انا اشتغلها سهل ان هو يتعلمها، يعني مش شرط يبقى انت عندك امكانيات معينه علشان تشتغلها ولا مؤهلات معينه. لا، سهل انك تتعلمها وتاخد فيها وقت وتحقق فيها نتائج. يعني مش حاجه صعبه لو انا عندي مشروع اكل صغير مثلا اعرف اسوق له، مش محتاج ان انا اجيب حد مثلا يسوق لي، او احس الموضوع فيه معقد شويه يعني. لا خالص. يعني هل هي بسيطه؟ لو مشروعات الاكل دلوقتي، الاكل اهم حاجه الجوده بتاعه المنتج. اسوق لنفسي ازاي لو انا فاتحه مشروع اكل؟ لو مشروع اكل، يعني اهم حاجه دلوقتي في مشاريع الاكل الجوده نفسها. في ناس كتير جدا بتشتكي،
بنشتغل لمطاعم بتيجي ناس بيجي لها ناس وبعد كده بتشتكي من الجوده نفسها. فانت اول حاجه تشتغل عليها الجوده عشان توصل الحاجه دي للناس. فانت لازم تصور دي او توصلها بشكل يبقى يعني اول الناس يعني صوره اكل زي ما بيقولوا. يعني ازاي يعني ازاي اوصل جوده الاكل للناس؟ هي دلوقتي الناس بتشتري الاول العين هي اللي بتشتري اول حاجه. فلو وصلت الصوره دي الصوره اللي انت مصورها بطريقه اكل معينه بطريقه شيك جدا لطبق شيك وخلاص صورت الحاجه دي ورفعتها وبدات انك تسوق لو وعملت اعلانات. يعني الحاجات دي كلها مش اورجانيك. الاورجانيك او الطبيعي اللي هو مش دافع فيه فلوس ده بياخد وقت كبير. احنا بنتكلم فيه ده انت خلاص بتشتغل بتعمل اعلانات عشان تعرف توصل بشكل اسرع. الصوره نفسها لو ما فيهاش لو جودتها مش كويسه اصلا الفيسبوك مش هيوصلها. لا هو اصلا الفيسبوك مش هيوصلها. هيوصلها عدد قليل جدا. وصل لعدد قليل العدد القليل ده هو مش هيشدني. يعني الحاجه دي مش هتشدني. هو الاكل طبعا بطبيعته يعني بيروح عندي حته الشهوه شويه الاكل. فانت لو شفت الصوره والصوره عجبت فعلا الراجل المفروض ياكل الحاجه دي وهو عنده قرار دلوقتي. هو في الاغلب لو في اوقات معينه طبعا تبقى الناس فيها او احنا بنعمل فيها الاعلانات علشان الناس بتبقى دلوقتي انا المفروض ان هو جعان فانا بوصله له في وقت من ان هو جعان عشان يبدا يطلب على طول عشان ينجح التسويق عشان ياخد طبعا عشان ياخد الاكشن ويطلب. فلو مشروع اكل اهم حاجه اهم حاجه التصوير. في محلات اكل كتير جدا احنا نتفق على ده طبعا ان هي مش حلوه لكن هي بتعمل ماركتنج حلو وبتوصل للعميل والناس بتشوف طبعا في زحمه وفي حاجات فبتروح على طول يبقى في انبهار فاهم مجرد اني شفت بس الصوره يعني بالظبط. والكونتنت اللي مكتوب المحتوى اللي مكتوب بتاع البوست او بتاع العرض اللي بيبقى معمول لنا كله دلوقتي بيمشي بالطريقه بتاعه العروض. العرض اللي معمول والناس بتروح ناس بتجرب مره الموضوع جربه مره ونجح معاه خلاص هيجرب مره ثانيه وثالثه ورابعه. طب خلينا نروح لنقطه مهمه جدا التسويق الالكتروني فيه نسبه من المخاطره. هو نسبته المخاطره حاجه واحده بس من وجهه نظري المشاكل اللي بتحصل على البلاتفورم نفسها زي الفيسبوك. جت في السنه اللي فاتت دي فترات كتير جدا كانت بتوقف الاعلانات ولسه من يومين كان في اعلانات واقفه اصلا ما ينفعش انت تبدا اعلانات. طب في عملاء بتبقى دافعه فلوس في فلوس بتروح كده يعني في ناس بتخسر فلوس كتير جدا هي بتبقى خلاص مطلعه اعلانات والفيسبوك بيعمل ابديت فالابديت ده بيبوظ حاجات تانية تبقى مشاكل كده زي المشكله برضو اللي حصلت 6 ساعات الفيسبوك واقف السوشيال ميديا كلها واقفه فدي عطلت ناس كتير جدا وفي ناس خسرت فلوس فدي اكبر مخاطره فيه. ممكن تاني مخاطرة ان انت ممكن تدخل في المجال لو حاجة شخصية تدخل في المجال وتاخد فيه فترة كبيرة جدا وفي الاخر تعرف او تكتشف انك لا مش حابب انك تقعد وتشتغل بالاسلوب اللي شغال او بالطريقة اللي شغالة. فبالتالي دي مخاطرة بس ده بشكل شخصي وده بيرجع لعدم التخطيط السليم. انا ما كنتش شايف انا عاوز اوصل لفين. بس هو يعني اكبر مخاطرة واصعب مخاطرة من وجهة نظري بتاعت الفيسبوك نفسها. انا بشتغل على بلاتفورم ممكن تقفل في لحظه اصلا. انا ممكن ارفع فلوسي وخلاص فلوس في اي لحظه ممكن تروح. اكبر مخاطره. طيب نصائح كده لكل واحد فاتح بزنس كمسوق الكتروني. اول حاجه لو حد فاتح بزنس اتمنى ان اول حاجه يهتم بالبادجت بتاعه الماركتنج لان ناس كتير جدا فاكره ان انا عاوز اصرف بس 10 جنيه فيجيب لي ملايين. لا يعني مش ده الماركتنج. ولو حد بيقول لك كده يعني اتمنى ما تمشيش وراه. صرفت يبقى هلاقي. اكيد صرفت هتلاقي وده بخطط. لكن يعني نخلي بادجت محدده للماركتنج. مهم قوي البادجت بتاعه الماركتنج. تاني حاجه اختار حد ماركتير هو يكون عارف هو بيعمل ايه ومحقق نتائج وشوف النتائج بتاعته. دي مش حاجه فيها مشكله يعني. لازم تشوف النتائج بتاعته. اكيد. وامنه واديله كل الحاجات ولازم كصاحب بيزنس يكون انت عندك خطه للماركتنج قبل بتاع الماركتنج. هو جاي بيزود لك هو هيضيف لك هو هيوصلك للحاجات الاهداف اللي انت بتديها له. بالنسبه بقى للماركتير مهم جدا طبعا الصبر وتاني حاجه الامانه. احنا بناخد مبالغ كبيره جدا عشان نشتغل بيها او بيبقى الناس نفسها صاحب البيزنس نفسه بيبقى نفسه ان هو يوصل لحاجات معينه وبيفضل ماشي وراك وهو مغمض علشان توصله. فانت لو ما عندكش الامانه يعني فدي اهم حاجه. اكيد واكيد لازم كمان نتعلم من خبرات الاخرين في التسويق الالكتروني سواء كنت مسوق او
ماركتير. بالظبط. اكيد الماركتير بيبقى علاقته بالناس اللي حواليه دي اهم حاجه، النتورك بتاعته الناس اللي حواليه بتبقى كويسه. ولو في ماركتير اصلا علاقاته مش كويسه ما بيبقاش ماركتير. اكيد تعرف يبقى ماركتير مش بيسوق لنفسه. للاسف استاذ ستيفن خلص وقت حلقتنا، ميرسي لوجود حضرتك معانا. ميرسي حضرتك استاذ ستيفن مسعود حكيم مدير تسويق رقمي. شكرا ليك. شكرا ليك يا فندم. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، استنونا في حلقه جديده من برنامجكم شباب حكايه.